أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية المجتمعة مساء اليوم الثلاثاء بدار الإمام بالمحمدية الجزائر العاصمة أن عيد الفطر المبارك في الجزائر سيكون بعد غد الخميس، وذلك لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لسنة 1442 هجرية في أي جهة من جهات الوطن. يذكر أن اللجنة الوطنية للأهلة التي لها فروع على مستوى كل ولايات الوطن تتشكل من علماء في الشريعة الإسلامية وخبراء من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. ومن هذا المنبر أتقدم بأحر المتمنيات، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يتقبل طاعتكم وصيامكم وقيامكم، وأن يجعل عيدكم كله فرح وسرور.